السلام عليكم. السلام، مرحبا. مرحبا بكم. عايشك يا دكتور. اليوم جينا هنا وشمس باش نحكيو على البروسيس اللي باش تعرضوا الكهرباء نتاعو. دونك احنا ما تعرف نحبوا ديما نجربوا الفازات اللي يصيروا في تونس وكل سيرتو وقت نحكيو على لو كوتي سانيتير مع كوفيد مع كل نحبوا نشوفوا شنو يصير في ليزاتولي وشنو يوفروا لي كونسيونير في تونس كافونتاج باسكو شمس توا ولا بروسيسور تاعهن. دونك جينا نجربوا عليه هو بيدو الحكايه هذيا. دونك شمس شنو انت نيتك كانت باش تشوف شنو حبيت تشوف؟ حبيت تشوف شنو البروسيس هذا اللي تعمل خاطر كاين لي ستيريليزاسيون للابيتاك نتاع الكرهبه والسيركي نتاع لي كليماتيزي. دونك حبيت تشوف شنو يصير شنو لي زافونتاج زاد نتاعو هذايا من بعد بينا كيوتيزاتور يعني في الكرهبه كهو. دونك لولي تو باش تحكي لنا. دونك مرحبا بكم. يعيشك يا تيسا. حبينا نفهموا توا توما الشيء اللي بروبوزي هذايا كيفاش البروسيس الكل من الاول كي يجي الكليون كيما الشمس عم نشوفوا تو في التصور الكل شنو اللي عملتوا معاه معناها؟ اون فيت هوندا اليوم وفرت للكليون تاعها ان نوفو سيرفيس اللي هو ستيريليزاسيون بالنسبه للوضع اللي قاعدين نعيشوا فيه تو. ستيريليزاسيون افيك ان برودوي بيو سيرتيفي دو كات لابوراتوار انترناسيونو كيما موجود في الفيديو ديجا هبطنيها على اليوتيوب. ستيريليزاسيون هذيا تخص التعقيم تاع الكهرباء. قبل ما نوصل للستيريليزاسيون فما اون بريباراسيون تصير على الكهرباء اللي هي تتمثل في رومبلاسمون تاع فلتر كليماتيزاسيون اللي هو فلتر ابيتاك وان لافاج انتيريور واكستيريور للكهرباء. بعد وقت الكهرباء تكون حاضره باش تتعادل البلفاريزاسيون تاع البرودوي سبيسيال تاع الهوندا. لوبيراسيون هذيا باهي خاطر نعرفوا توا وقت صيف وسخانه وبريسك لي كوندكتور الكل يستعملوا كليماتيزور. دونك نعملوا لوبيراسيون هذيا باهي باش تعقم الكهرباء باش تنحي توسكي موفيز اودور موجوده في الكهرباء كيلكو سوا ريحه نتاع ماكله نتاع دخان نتاع حيوانات. باهي خاطر البرودوي هذا يدخل في السيركوي نتاع الكليماتيزاسيون والابيتاكل نتاع الكهرباء الكل. دونك ينقص اي ريسك نتاع عدوى تنجم تصير من الهواء اللي من برا. والحاجه المهمه في الاوبيراسيون هذه اللي هي تقتل اي بكتيري ولا اي فيروس موجود في السيركوي نتاع الكليماتيزاسيون نتاع الكهرباء. دونك يطلع الكليون في الكهرباء يبدا مرتاح متمان كيما نقولوا الجيل نتاع الكهرباء فوالا هكاك تطلع بون تبدا متمان انت كيك سوا العائله اصحابك فهمت تبدا متمان على الكهرباء. تحكي لنا عن البروسيس توا من اللي باش يتو يدخل الكهرباء باش يصير؟ تكنيكمون العمليه تصير بعد ما تدخل الكهرباء لهنا يتبدل فلتر ابيتاك الاكثريه معناها يبدا مسخ يبدا فيها حاجات اللي هي بيتا تعمل الريحه وتعمل كل شيء خاطر في البروسيس نتاع هوندا نبدلوا الفلتر ابيتاك كل 20 لازم تجي الكهرباء في اي كيلومتراج معين لازم نبدلوا الفلتر ابيتاك باش نتهناو كومبليتمون اللي ما فيه حتى شيء وتتعدل الكهرباء كما قال سي علاء لافاج اكستيريور وانتيريور لافاج كومبليت ويكون معناها دقيق على الاخر فهمني ما نخليو فيها حتى شيء نحاولوا نحيوا الماكسيموم بوسيبل نتاع لي تراس نتاع حاجات قديمه نتاع كوميول نتاع وسخ نحاولوا نحيوها الكل وننظفوا حتى ميم الحاجات اللي في وسط الكهرباء كيلكو سوا مفاتح اي حاجه موجوده في وسط الكهرباء نحاولوا ننظفوها ومن بعد تدخل الكهرباء لهنا للاتولي ميكانيك تشد البون نتاعها عندنا الماكينه كي va pulvériser le produit à base bio كما كان يحكي لك سيرتيفي من اكبر اربع منظمات صحيه في العالم نحطوا الماكينه كما شفنا معناها في نحطوا الماكينه تحت ليفابوراتور نخدموا الكليماتيزور نحطوه على هوت بويسونس نتاعو نحطوه معناها في اقل ديجري معينه نتاع تمبيراتور ونحطوا المروحه تدور في اقوى سرعه ممكن ونحطوا الماكينه تحت ايفابوراتور الدوري دو 35 سكوند تتحط الماكينه تحت ليفابوراتور البلفيريز البرودوي نتاعنا كيما شفنا بالفيمي نتاعو بكل شيء البرودوي هذاك يشد في توسكي ابيتاك هذاك ديجا يخدم خدمته لبرا ومن بعد
لازم يكون الكليماتيزور بون. نحن الاكثريه في هوندا الكراهب نتاعنا كلهم كي نحطوا كليمات يسكروا الريسيكلاج من برا وحده. هي الباز نتاعها غاديك لازم ديما الريسيكلاج يكون انتيريور ما يكونش اكستيريور باش ما نقبلوش حاجه من برا، باش تقعد العمليه نتاعنا تشدنا اكثر وقت ونستحفظوا عليها معناها مضمونه 100%. نسكروا ثم خاطر دي موديل اللي ما يتسكرش وحده، دونك لازمنا نحن نسكروا السيركوي ونحطوا الماكينه نتاعنا 35 سكوند البلفيريس البرودوي نتاعنا، ومن بعد لازمها تقعد 30 مينوت الكليماتيزور يرسكل في البرودوي هذاك، دونك يتعدى للسيركوي الكل، ينظف توسكي بكتيري توسكي ميكروب توسكي فيروس، ينظف لنا السيركوي نتاعنا وينظف لنا لابيتاكل نتاعنا. بون بعد ما نعملوها لازم الكليون زاد يحاول يستحفظ عليها لو ماكسيموم. لازم كيما قلنا تخرج كهرباء من الاتولي، ماذا بينا كي باش تخدم كليماتيزور ولا حاجه ديما الريسيكلاج من داخل، ما تحاولش حل كهربتك في بلاصه فيها دخان فيها غبره فيها كذا. وبطبيعتنا نحن ناخذ في البريكوسيون نتاع الكورونا، معناها بطبيعتنا قاعدين ننظفوا بالجيل وبالواحد نتاعنا، دونك تخرج الكهرباء معقمه ونظيفه وامورها واضحه. هذاك علاش العمليه تاخذ بين ساعه ونص وساعتين توسكي، معناها باللافاج بالريسبسيون تاع الفيكول وباللي باش نرجعوا الفيكول للمولاها، العمليه تاخذ بين ساعه ونص وساعتين. ومرحبا بالناس الكل في اي وقت. نحن لا سويت تجو تراها على الفيديو البروسيس كيف صار من الاول اللي انا دخلت ككليون كيفاش عطيت ديريكت مفتاح الكهرباء، بعض البروسيدور الكل اللي صار تغليف الكرسي تغليف الفولون تعقيم الكهرباء بالبرودوي حتى قبل ما يخدم الماكينه معناها هذه بعد تتعدى اللافاج كيما قال لكم، بعد تتعدى لاباري ستيريليزاسيون تقعد 3 مينوت، دونك بعد تاخذ مفتاحك وبعد تعطينا الساتيسفاكسيون تاعك. تعطينا فيدباك عن بعد قبل بعد 6 اشهر ولا 7 اشهر تحكي لنا شنو اللي صار. خاطر مهم مهم برشا شفتوه لا خاطر يدخل سي في الفوا الفيلد ما عادش بروتيجي الاير اللي دخلنا احنا معناتها سي معناتها فريغوريجير دونك تو ان غاز دونك يضر، دونك نحاولوا نفهموا ديما لي بلوكاسيون. بون سيوش اللي احنا برشا وين نمشيو في دي سوسول وعلى شفتوا بلادنا اللي فيها برشا غبابر، دونك وفما دي بكتيري ودي فيروس ما ينجمش ينحيهم الفيتر وحده. دونك ثابت نحيهم دونك حاجات اخرى. عايشتي ومرحبا بكم الناس الكل، عايشك مرحبا عايشك عايشك.